العزايه ديال الموسى ولا ديال الحيين ولا ما عرفناش شنو اللي كاين. كنطلبوا من سيدنا يتدخل في هذا المشكل. راه الاولاد ما تيعلموش، راه ما تيقولوش الوالدين راه حنا غاديين، راه الوالدين هما الضحيه. الله يجازيكم بخير، طلبوا من سيدنا ومن المسؤولين تكون شي حاجه اللي غادي تغيثونا بها. هما عرفتوا باغيين يحرقوهم ما عرفناش، حنا الدراري ما تيعلموكش، ما تيقولوش لك، تيقول لك امي انا خارجت كيصبح في الماء، ما خدامينش، ما ردامينش، شراو طريب بورتو قالوا لهم لاسورانس، داروا الكروسه قلبوها ليهم، داروا الحوت حيدوه ليهم، خدمه والو، باع الديطا يجريو عليه، حتى شي حاجه ما كاينه. اذا غامروا براسهم وغامروا بالحياه ولا الموت، راه هذا الشيء ولدي اللي كاين. خويا انا من السكان ديال دافيد. والبارح بالليل دخلوا شي دراري قال لك حراقه، دخلوا ليه هزوا واحد بتيباطو خرجوا فيه، الصباح شفنا لي جوندارم وشفنا القيامه قلنا اش كاين، قال لك راه شي حراقه حرقوا. البارح اسيدي خرجوا شي جوتات، كان واحد اللاعب ساكن هنا عطاهم شي بلوكا لقاو شي جوتات ليه خرجوه. المجموع بهم هما 13 واحد، المهم بقاو اربعه اللي ما خرجوش. راه حنا كنتسناوهم، راه عائلاتهم كيتسناوهم، ولا حول وخلاص. خويا واحد الدراري هنا راه شي يومين دابا كانوا بغا يحرقوا، تقلبت بهم الفلوكه. وخويا شي ناس خرجوا، شي دراري جاوا لامارين هنايا خرجوا، ومنهم الدري ولد عمي راه باقي ما خرجش، وشي ثلاثه ديال الدراري. وخويا راه باقي في البحر، والدي والناس كيتسناو هنايا، باقي الدري ما خرجوش البحر. وخويا كنطالبوا من الوقايه المدنيه خويا والناس اخويا المسؤولين هنايا باش يديروا شي حل، على الاقل يجيبوا شي غطاسه ولا يجيبوا قبيله. جابوا غطاس واحد اخويا، واخويا بقى كيدور تماك ما دار حتى شي حاجه ومشى اخويا. لا اخويا ولد عمي دابا يومين بغينا الجثه ديالو ندفنوا، ووالدي حنا مقروحين عليه اخويا، واخويا راه حاله يرتاله اخويا. هادشي اللي كاين اخويا، كنطالبوا اخويا بالمسؤولين يتدخلوا اخويا، هادشي اللي كاين اخويا. خويا انا اساس هنايا في لوطيسمون، و سمعت بان هاد القضيه ديال الحريق، جاو شي ناس هنايا خداو واحد الفلوكه الاولى وخرجات لهم للرمله، بقاو كيدفعوا فيها. اللي سمعت هنايا ما قدرتش يكملوا بها لداخل، يعني ثقيله وفيها الماتريال ديال السيد اللي هو حوات، خلاو هذيك وتلاحوا في واحد الوحده اخرى اللي هي قريبه ليهم، وهذيك هي اللي غرقات بيهم. وسمعت بان خرجوا شي 8 اللي شدوهم رجال الدرك الملكي، وواحد خرج من البحر اللي قال لك مشى سلم راسه وقال لي ما ودي راه مازال شي 3 اخرين غارقين وداك الشيء. لحد الان راه مازال ما خرجت حتى شي حاجه، وكنقولوا الناس راه ما خارج والو وما كاين والو، حتى الفلوكه ولا ديك البلاطه اللي داو راه مازال ما خرجاتش، وحتى الناس راه مازال ما خرجوش. وكنوجه لجميع الشباب المغربي تنقول ليه بلا ما تغامر بروحك، علاش غادي تمشي وتضيع وتموت بحال ما هكا؟ كيبقاو العائلات هما الضحايا اللي كيبقاو مكرفسين هنايا في الصباح في العشيه الشمس البرد. كنتمنى من الله هذا الشيء ما يتكررش للشباب المغربي، وكنتمنى من الله المسؤولين يديروا حل لهاد الشباب هادو اللي كيمشيو كيضيعوا راسهم. شوفوا بحالي انا عساس صغير بواحد الثمن بسيط، وما باغيش نلوح راسي في هاد المشاكل ديال الموت ونغامر ونموت ولا ندير شي حاجه. علاش؟ لان حنا خلاقينا في هاد الارض، كبرنا في هاد الارض، وخصنا نبقاو في هاد الارض. والله يهدي للناس المسؤولين على هاد الشباب هادو، يعطيوهم واحد شويه ديال فرص فين يخدموا فين يشوفوا، ما يبقاوش يلوحوا راسهم بحال هكا في البحر. هادشي كيأثر على الشباب، كيأثر علينا حتى حنايا.